استثمرنا هذا المكان وهو مكان خاص بأهالي بغداد، تحديدا في مكان أبو نؤاس وهو الكورنيش الجديد، وعملنا على إقامة محفل لثلاثة أيام فيه فعاليات مختلفة، فيه فعاليات قرآنية، فيه فعاليات شعرية، فيه فعاليات مسرحية، فيها عرض سينمائي، فيها محافل للأخوة المنشدين والمهاويل والشعراء، كل ما له علاقة بعيد الولاية وعيد الغدير سيكون من هذا المكان المبارك، وهي احتفالية رسمية لكل أهالي بغداد قامت بها الهيئة التنسيقية الثقافية وعملت على إقامتها من كل عام في أماكن مختلفة من بغداد. العام الماضي كان في نفس المكان أبو ناس، قبلها أقمنا في مكان ساحة التحرير. إذن التنوع في الأماكن داخل يعني ضواحي بغداد له رسالة واضحة، أن أهالي بغداد يعني يقيمون ويقيمون ويعملون على إقامة المراسم الخاصة بعيد الغدير الأغر، هذه المناسبة العظيمة التي أمر بها الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن سائرون على هذا النهج إن شاء الله.